إذن للحديث مشاهدينا عن دلالات عودة شبكات الجريمة المنظمة إلى العاصمة بغداد وبقية مدن العراق، معنا هاتفيا من بغداد الكاتب والصحفي دكتور عادل الجبوري. مرحبا بكم أستاذ عادل معنا. أهلا وسهلا بك حياكم الله. دكتور عادل، إذن حوادث القتل والخطف التي أعلن عنها مؤخرا في بغداد وحتى في بعض المحافظات، ما تفسيركم لازدياد هذه الحوادث في هذا التوقيت؟ الحقيقة بعد 2003 واحتلال العراق أصبح موضوع الجريمة المنظمة موضوع مهم جدا، والجريمة المنظمة هي الجريمة التي يخطط لها من قبل عصابات أو قبل أشخاص. هذه الأشخاص والعصابات أما أن تكون دولية وأما أن تكون محلية، والجريمة المنظمة على أشكال، منها اختطاف الأطفال وتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة وتجارة الأدوية الفاشلة وتهريب العملة وغسيل، يعني غسيل الأموال. هذه كلها تعتبر جرائم من الجرائم المنظمة. لكن نشوف اليوم أنه العراق بعد 2003 أصبح القانون العراقي غير مجدي في عملية معاقبة هؤلاء الأشخاص. فالقانون سابقا كان يحكم بالإعدام لكل من يمارس عمل الجريمة المنظمة من تجارة مخدرات أو اجتناب المحارم أو تجارة الأسلحة، لكن اليوم يحكم فيه 10 سنوات وثمان سنوات ويطلع وراها ورا سنة سنتين، يطلع يدفع فلوس ويطلع، بسبب سيطرة الميليشيات على الأجهزة الأمنية وسيطرة وضعف القانون الموجود في العراق. اليوم نشوف احنا الجريمة المنظمة أصبحت يعيشها العراقي يوميا، يقتل فلان يوم يقتل سطو مسلح، يعني قبل فترة سطو مسلح في منطقة العطيفية في وسط بغداد واللي يلزموه رئيس العصابة هو مفوض في الشرطة. هذه ما كانت سابقا تكون هذه الجرائم. ولكن أين القدرات البشرية الضخمة التي تمتلكها وزارة الداخلية والدفاع؟ لماذا لا تنجح بضبط مسار كما تفضلتم هذه عمليات الجريمة المنظمة والقبض على شبكاتها؟ يعني نشوف احنا بعد الاحتلال وحد الأجهزة الأمنية من قبل بريمر سي الصيد، ذهبت هذه المعلومات اللي موجودة على الأشخاص المجرمين مع الأجهزة اللي تمحلها، ولذلك تشوف الأجهزة اللي رجعت إلى الدولة ورجعت إلى الشرطة ورجعت إلى الجيش أكثرها هم من أصحاب السوابق، من أصحاب السوابق. سيطرة الميليشيات على الوضع في العراق يقلل من عمل الأجهزة الأمنية، ما تستطيع الأجهزة الأمنية أن تعتقل شخص وهو منتمي إلى أحد الميليشيات اللي موجودة اللي تقوم بعمليات في عمليات غسيل اموال او في عمليات اختطاف الاشخاص. واليوم نشوف يعني هذا التوك توك اللي اجى العراق، كل كم يوم نشوف احنا في الحادثه اثنين من التوك توك خاطفين بنيه مختص بها وخاطفيها ودافنيها. هذه الامور ما كانت تصير سابقا، ليش؟ لان كان القانون يحكم بالاعدام، لكن اليوم القانون اصبح ضعيف بسبب تدخل الميليشيات في عمل القضاء، واعترفوا هم صراحه قادة الأحزاب أنه نتدخل في عمل القضاء ونوقف فيه عند عدي. فالقضاء اليوم عاجز والأجهزة الأمنية اليوم عاجزة لأن ما تقدر تسوي شيء بسبب وجود الأحزاب، وجود الأحزاب ووجود الميليشيات المسيطرة على الوضع الأمني في العراق. هذا مع الأسف الشديد أنه اللي احنا بنعانيه من وجود هذه الأجهزة، يعني يوميا نشوف العصابات تتجول في بغداد تخطف هذا الشيء. ولكن أين الوعود دكتور عادل بالتنمية والاستقرار التي تطلقها هذه الأحزاب، خصوصا الآن في قبيل انتخابات مجالس المحافظات؟ إلى أي مدى ستكون عاملا أيضا آخر بعزوف الناخبين عن الانتخابات كما حصل في انتخابات البرلمان؟ الشعب اليوم أصبح يعرف مسألة الانتخابات هي مسألة وعود كاذبة، لذلك تشوف المقاطعين للانتخابات نسبة كبيرة والمدة هي بقت 4 أيام، ونشوف أنه شلون حد منهم اللي حيروح الانتخابات، الانتخابات اللي حتروح هم فقط المستفيدين من الأحزاب. يعني اليوم احنا يوميا نكتب
من ضمن مقالاتنا ونوجهها الى السيد وزير الداخليه فريق عبد الامير الشمري، نقول له اصابات تسول في شوارع بغداد تدخل في عمليات تجاره مخدرات وسيارات تجيهم سيارات كوسترات توزعهم الصبح وتجي بالليل تاخذهم، يعني هذه جريمه منظمه، لكن نشوف ماكو اي اجراء. ومن استفسرت انا شخصيا انه ليش هذا الاجراء ما يصير عليها؟ قالوا ما عندنا مراكز ايواء، يعني هل عندكم مراكز عندكم يعني موجوده عندكم سجون؟ بس سجون تبنون؟ نعم. ابنوا مراكز ايواء، ابنوا يعني للمشردات. احد الموظفات في وزاره الداخليه تحكي لي تقول لي المشردات ياخذوهم هذا نعم دكتور عادل اداره المشردات بالليل يبيعوهم الى الملاهي. اذا بالليل يبيعوهم الى الملاهي. نعم. مع الاسف الشديد. نعم دكتور عادل الجبوري. نعم. الكاتب والصحفي من بغداد، شكرا جزيلا لك.